اليوم العراق يستقبل أكثر من 16 مليون زائر في 40 الإمام الحسين من المنافذ الحدودية فقط، يعني اليوم فقط من المنافذ اللي هي تحد العراق دخلوا 16 مليون زائر. ما شاء الله. ناهيك عن العراقيين أنفسهم اللي راحوا زاروا، يعني ايش قد صار العدد تقريبا، يعني ما شاء الله بالعشرين مليون، خلينا نقول اكثر حتى بالعشرين مليون يا حسناء. لذلك هنيئا لكل العراقيين وهنيئا لكل من اجى ودخل العراق وبالتالي زار العراقيين. الخبر عندي يقول احصت الامانه العامه للعتبه العباسيه المقدسه اعداد زائري اربعينيه الامام الحسين عليه السلام، مبينه ان هذه الاعداد دخلت من مداخل المحافظه الرئيسيه فقط. وقالت الامانه في بيان: نرفع حر التعازي لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلاة الله وسلامه عليه وعلى أبائه والمراجع العظام والعالم الإسلامي أجمع، لا سيما عراق الأنبياء والأوصياء والأولياء بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وأن يرجع زائري أبا عبد الله الحسين عليه السلام إلى مدنهم وأوطانهم سالمين غانمين بقبول الأعمال والطاعات. وأضافت أن مدينة كربلاء وكعادتها منذ أكثر من 13 قرنا تشرفت بضيوف وزوار سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام في الزيارة الأربعينية لهذه السنة، وكانت لخدمة العتبات المقدسة شرف عظيم باستقبال وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين الكرام، مبينة أن هذه الخدمات شملت العديد من الفعاليات الطبية والخدمية والعزائية، ومنها خدمة توثيق أعداد الزائرين بمنظومة العد الإلكتروني للقادمين إلى مداخل مدينة كربلاء المقدسة الرئيسية من قبل شعبة الاتصالات في العتبة العباسية المقدسة والعام السادس على التوالي، والتوثيق التحليلي الإحصائي لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدسة من قبل مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الإحصائية. وأكدت الأمانة أن عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة من يوم 7/0 الخير لغاية الساعة 12 ظهر يوم 30/0 الخير وفقا لمنظومة العد الإلكتروني بلغ حوالي 16,327,542 زائرا، وذكرت أن الزائرين دخلوا للمحافظة من 5 مداخل رئيسية هي بغداد كربلاء ونجف كربلاء وبابل كربلاء وحسينية كربلاء بمسارين. فهنيئا للجميع طبعا، وهنيئا لزائري الإمام الحسين في أربعينية الإمام الحسين اللي قدروا اليوم يدخلون مدينة كربلاء. أنا أشوفها اليوم بطريقة منظمة وأيضا مخطط إلها، لذلك اليوم نشوف المنافذ اللي دخلوا إلها من داخل العراق وأيضا المنافذ اللي سمح لهم بالدخول من خارج العراق إلى مدينة كربلاء المقدسة. لكن دائما عندما نسمع هذا العدد الكبير شوية يدنا على قلوبنا، خصوصا اللي دخلوا من خارج العراق. صح، نعرف مر في وباء كورونا، نتمنى أنه إن شاء الله ما نسمع مشاكل صحية بالأيام القادمة.